أدخلها العثمانيون إلى بلاد الشام. أبقى عليهم الاستعماران الفرنسي والبريطاني، حافظت على نفسها في عهود الاستقلال، ومنحها بعث حافظ الأسد كمكافأة للحاشية والأتباع، إلا أنها في عهد بشار تراجعت في خطة التطوير والتحديث، ثم عاد لاستنهاضها في قرار الحسم العسكري ضد الشعب. المخترة في سوريا منصب مدني يمنح صاحبه منزلة وجاهية في الأحياء والقرى والوحدات السكنية والنواحي، فيقربه من السلطة ليحصل على بعض أختامها الرسمية ويصبح أداتها لنشر القوانين والمراسيم محلياً، ومهام أخرى تتضمن الخدمات البلدية واستخراج بعض الوثائق وحل الخلافات وغيرها. فما أصل إيجاد منصب المختار؟ كيف يتم اختياره؟ ما القوانين الناظمة لعمله في سوريا؟ وكيف كان عرضة للتبدلات والتغيرات منذ النشأة إلى حين 2011؟ المختار على قياس الأب المؤسس. تصب غالبية الأبحاث والمراجع التاريخية في أن العثمانيين أول من أطلقوا لقب المختار على الزعيم المحلي المنتخب للقرى في فلسطين، ثم انتقلت التسمية والمهمة الوظيفية إلى لبنان والعراق ومصر وسوريا. وفي عام 1864 ميلادي نضجت الفكرة، فأصدرت الدولة العثمانية نظام إدارة الولايات العمومية الذي بموجبه قسمت الدولة إلى ولايات ثم ألوية ثم أقضية ثم نواح ثم قرى، فاختارت لكل تجمع سكني مما سبق مختارا يتبع هيكليا لمدير الناحية. تركة العثمانيين للورثة الجدد. مع بداية الانتدابين البريطاني والفرنسي للمنطقة العربية، تشكل نظام جديد للحكم والإدارة وتطبيق السلطات في غالبية الدول العربية ومنها بلاد الشام. ومع الشكل المدني العسكري للحكم، تقلص نفوذ المختار قليلا من ناحية المهام والوظائف. ففي عام 1922 ألغت حكومة الانتدابين البريطاني والفرنسي نظام الضرائب الجماعي، وكان على كل فلاح أن يدفع ضريبته بنفسه، فكان تجريد المخاتير من هذه المهمة أولى المهام المنتزعة من مجلس الاختيارية، بينما أبقي على مهام إدارية أخرى بين أيديهم بعدما أقر الانتدابان قوانين تنظيم البلديات والمدن والأقضية عام 1934 ميلادي بحسب الترجيح التاريخي الأكثر تداولاً، إلا أن هذا المنصب سيصبح عبئاً فيما بعد عندما طلب المستعمران من المخاتير توسيع مهامهم لتشمل التجسس على السكان والوشاية بهم، بالإضافة للمهام الأصلية من تسجيل الولادات والوفيات وتبليغ المطلوبين بمذكرات الإحضار وحل الخصومات ورد الحقوق فيما يخص الأراضي المستملكة والمستأجرة وغيرها. حافظ الأسد وجدها جاهزة. عام 1971 صدر قانون الإدارة المحلية في سوريا الحالية، وبموجبه تم تقسيمها إداريا إلى 4 مستويات من الوحدات الإدارية، هي المدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية. فأبقى الشكل الجديد للتقسيمات منصب المختار على حاله، وعده هيئة مدنية متفرغة عن المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة ثم الإدارة المحلية، ورسم معالم الطريق في الوصول إلى هذا المنصب بأن يكون انتخابا من السكان المحليين، إلا أن فكرة الوراثة والإطالة سترتبط بهذا المنصب ارتباطا وثيقا مع بحث البعثيين عن موطئ قدم لهم في كل شرائح المجتمع السوري، من النقابات المهنية والعمالية إلى المناصب الحكومية ووظائف الدولة ثم مجالس المخاتير ولجان الأحياء الذين استقر نظام عملهم بفعل القانون على مهام واضحة في الإدارة والأحوال المدنية والإحصاء. ستكون أخطرها فكرة الدفاع الوطني ومؤازرة السلطات.
المختار في عهدي بشار. مع وصول بشار الأسد إلى السلطة وراثة، عدل بعض مواد قانون الإدارة المحلية في سوريا، أبقى على الجوهر وغير في الشكل كضرورة لخطة التطوير والتحديث التي وعد بها لمحاربة 30 عاما من الفساد والعفن. وبالفعل تراجع دور المختار في مناطق وتلاشى في أخرى، إلا أن المنصب بقي متروكا للزمن. وعندما حان موعد 2011 عاد التاجر إلى دفاتره القديمة ليفتش عن زعامات تسانده في خططه الأمنية والعسكرية ضد الشعب. فسلح لجان الأحياء بحسب توثيقات محلية في بواكير الأمور ووجههم لقمع الناس أو تسليمهم للفروع الأمنية، فوافق جزء من المخاتير على الأمر، بينما رفض آخرون منصبا يسمى المختار. أراده جميع المتعاقبين أن يكون منقوصا من البراءة.